يعطيكم العافيه. اهلا اهلا. بالله مو هون بقدموا كرمال ملكه جمال لبنان؟ بلا هون. عندك يعني قصدي جاي تسالي عن الشروط؟ لا انه في حدا بيعتك تسالي له ليقدم يعني؟ شلون يعني؟ ليش لحتى حدا يبعتني كرمال اسال له؟ لا انا اللي جاي اقدم واشترك بالمسابقه ويمكن يكون انا الرابحه كمان. بس يا دموزيل طولي بالي، انت ما فيك تشتركي، انه كيف انت جاي بدك تشتركي وتربحي؟ شو مفكر الدنيا سايبه؟ ليش يا عيني؟ ليكون ناقصني جمال ولا طول ولا طلة ولا ابتسامة؟ ليك حبيبي كل المواصفات موجودة ومو ناقصني شي. ما زال عراسي، بس حضرتك سورية، يعني مع احترامي لحضرتك هيدي مسابقة ملكة جمال لبنان، انه معقولة ملكة جمال لبنان بدل لبنانية تطلع سورية؟ بالله شو؟ لا عن جد بالله شو؟ لك ما زال كل الدكنجية بلبنان سورية، المهندسين بلبنان سورية، شوفير التاكسي بلبنان سوري، كثير مستكترين علينا يطلع لنا لقب ملكة جمال. لك على هالحكي والله ما حق. والله معها معك صورتين شمسية إذا بتقولي معروف. سجلنا سجلنا يلا هيدا.